إحنا لنا تجاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى أن نعرف، طبعا بالمقدار الممكن. الوظيفة الثانية أن نعرف معارفه، هذه المعارف الثرية الغنية الموجودة في نهج البلاغ وفي غيرها، نحاول أن نعرفها. الوظيفة الثالثة أن نعرف أمير المؤمنين ومعارف أمير المؤمنين ونهج أمير المؤمنين للعالم في إطار المجتمع وإطار العالم.